سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم غنشارك معكم فلوغ. سمحوا لي كنشوف هاد الجيال حقاش الكاميرا هنا مبروان، انا ما مولفاش كندير بالتليفون، دابا كنسجل لكم بالتليفون. كيف ما قلت لكم، كما كتعرفوا انا ما كنديرش معكم بزاف، ما كنديرش لكم بزاف لي فلوغ، لانني انا ما كيعجبنيش ندير فلوغات كل نهار، وما كنديرهمش نهائيا، يعني تقريبا نونكا بوركي كنعكز ندير الزيف وانا في الدار. لهذا قررت غنبقى ندير لكم فلوغات بهذه الطريقه، يعني حتى نكمل نهاري وندير لكم المقدمه، نسلم عليكم وداكشي، ومن بعد نخليكم تشوفوا كيفاش دوزت النهار. بوز اليوم البنات السبت، كل مره وشنو كندير، كل مره وكيفاش. برغم نهار وليت خدامه مع اوريفلام، وليت كندير ليمبياسا نهار السبت في الصباح، لحقاش متني الجمعه كنخدم، كندير ليمبياسا عاديه، ولكن ليمبياسا فوندو ولا كنتي نغير الديكوراسيون ولا شي حاجه، بوز كنديرها نهار السبت في الصباح، لحكم انه رجلي اصلا كيخدم في الصباح. لهذا كنستغل الفرصه حتى انا وكندير داكشي، كنجمع الدار كندير حاجات اخرى. لهذا نخليكم تشوفوا الفلوق ديال اليوم كيفاش دوزت النهار وصافي. نخليكم دابا تشوفوا من الصباح حتى العشيه شنو درت. دابا راه الليل هذا حنا خارجين، فنخليكم بعدا تشوفوا كيفاش دوزت النهار ديالي، بدلت الديكوراسيون ديال شحال من حاجه في الدار. غنخلي لكم اللينك ديال داكشي كامل اللي بدلت الديكوراسيون ديالو، الصراحه داكشي غزال البنات، كنصحكم به، الكاليتي ديالو واعره. لهذا نخليكم دابا تشوفوا اشنو درت، يعني شنو هما التغييرات اللي درت في الدار وكيفاش دوزت هذا النهار هذا. بري وريتكم، عرفتوا الكاليتي ديالو غزال البنات، كنصحكم به، عرفتوا واعر. انا مش حال هذه كنت باغا واحد كوبري بحال هذا، كنت متبعه واحد اليوتيوبرز عايشه في امريكا، هي نصرانيه، وكانت دايراه لبناتها في البيت، عرفتوا حمقني، عييت منقلب عليه هنايا في زارهم داكشي ما لقيتوش. ما عرفتش انا واش نتوما بالكم شي بلاصه في شي محل زعما هنا، بيرو هذا كاين دابا في ناوشيك، هذا اللي وريتكم، هذا الفوندا هذه راه غزاله، كنصحكم بها 100%. يعني هي كتجي فوندا، انا نخلي لكم العبار اللي اختاريت، وكيجي معها كما كتشوفوا جوج مخدات ديالها، عرفتوا غزاله البنات كتحمق، انا كنصحكم بها يعني بعينيك، يعني بعيني مسدودين، لحقاش غزاله. انا كنت كنتوقع الكاليتي ما غتكونش زوينه، ولكن عرفتوا الكاليتي روعه، واحد اللون ديال البيض غزال، كنصحكم بهم. لي زوين فيهم هو انه فيهم اللون وفيهم طمانيوس، انا كما قلت لكم نقول لكم طمانيو، انا هادي الطمانيو نقول لكم يعني سنتيم داكشي ديال كاما كبيره. انتو كتقلبوا على شي ستيل بحال هذا، ها هو البنات خذوه من عندهم، وما كيتعطلوش، تقريبا يمكن 10 ايام كان عندي الباكيتي. قبل يعني الفوندة اللي كانت عندي ديال الفطيات شويه سخونه، واللي خايفه هو انه المشكين تفها، وعاوتاني اي حاجه كتشتفي يعني لا علاقه، وماشي ديال هذا الوقت. وخديت هذه الفوندة، خديت غير وحده ديال ثلاثه، باقي غناخذ ديال البلاصه بلاصه ديال الفطي. بوز غزاله البنات، صدقات واعره، والتوب ديالها غزال حتى هي، الكاليتي ديالها مزيانه، كنصحكم بها لو بغيتو تاخذوها. كما قلت لكم هذه خديت انا الفوندة ديال ثلاثه البلايص، المخده كما شفتوا اللي حطيت في الكاما حتى هي اللي كتجي هكا مربعات، انا خديت جوج ولكن غلطوا صيفطوا لي غير وحده، حقاش ما شافوش بان كتبت لهم بغيت جوج، لهذا يسحب لهم بغيت وحده وصيفطوا لي غير وحده. بالنسبه للضو البنات، خديته لانه الصراحه كنت باغا نبدل شويه الديكوراسيون ديال البلاصه فين كندير لكم فيديوهات، كما غادي نخليكم تشوفوا كيفاش درت ليه، كيفاش زوقتو داكشي، صراحه كيجيو غزالين كيحمقوا، ولهذا من هنا لقدام غيكون عندكم فوندو ديال فيديوهات مبدل.
وهذا الشيء البنات اللي درت، يعني بدلت الديكوراسيون، درت لمبيسة للدار، ومن بعد دست بوس راكم عارفين دير دوش الدوش لدانيا، ونوجد شنو غادي نديو معنا باش نمشيو عند ماما نتعشاو معاهم. قلت لدانيا دوش واختاريت لها الحوايج، صراحه شحال زوين الصيف ماشي بحال البرد، وفي البرد خصك شحال ديال الحاجات تلبسيهم. الصيف تيعجبني دغيا دوش دغيا لبس الحوايج دغيا وجد لها الحوايج دغيا، بحال دابا مع غادي نخرجوا بويس خديت ليها الشورت هذا، كنت خديته ليها من شي عام اللي فات. شوف الزغيبه ديالي مش عارف شنو الزغيبه ديالي مش عشان نقول لكم. ربي ربي نعيا نعيا بحال دوز الاسبيرادورا يا وناسي، خصني نرد مع الباب. شوف جا فوق الكاما بروينو اش غادي ندير، ندوز هذيك اللي كتحيد الزغب. كيف ما قلت لكم الشوارط ديال جين غزال، والعام اللي فات جاها كبير، هاد العام يلاه غيجي قدها وصافي بهاد اللعيبه ديالو. هادي نيس كيجي كونخونت هذا صراحه، وكان الثمن ديالو زوين يعني، كتجي هادي والشورت ديالها شوف شحال زوين. انا غنلبسو لها ونوريكم ديك الساعه كيف كيجي معاها. ها نتوما البنات شفتوا يلاه جات قدها. دابا دابا غنمشي للشعر ديالها، غندير جبسه زيت لافوكا باش ندهلها واحد شويه. هانتوما البنات جبت زيت لافوكا باش ندهنها لها. اجي ماما عندي اجي باش تبان كريمه. عصايتي تانا كريمه هاي ما كتبانش مش بوركي اوه. هانتوما البنات هادي زيت لافوكا اللي غنستعمل دانيا دابا، غنستعمل كنستعملها لها كماسك بعض المرات، وفي نفس الوقت كنستعملها كسيروم. دابا غندير واحد القطيره في يدي وغندهن ليها بها الشعر ديالها. البنات شفتو قطيره، انا كنشد القطيره كندهنها بيدي بجوج. دابا حقاش انا كنصور ودهنت ليها الزيت صافي، كندهنها الاول هو هذا هاد البلايص هادو لي بوان من هنا لتحت، وديك الساعه داكشي اللي كيشد في اليد كنديرو لها ديك الساعه من هنايا من الفوق باش ما يزيدلاش يعني شعرها. وهي قطيره كيف ما قلت لكم، نمشي ونوريكم عاوتاني الشعر ديالها. بغيت ندير واحد المشيطه لدانيا مع عمري درت لها صراحه، جمعت ليها دابا نوريكم القدام كيفاش كتبان. درت ليها هذه بحال هكا، انا ديما كندير واحد المشيطه، اليوم كنت نبدل ليها نشوف، ما عنديش صراحه مع المشيطات بزاف. دوري مامي نشوف. ها نتوما درت ليها من هنا من الفوق، درت ليها بحال لويت ليها هاد البلايص هادو وصافي. جمعت وجمعت شويه الشعر من هنايا وجمعته من هاد الباندا ياسطا. درت لها هذه بالكرونه حقاش ما عندهاش في البلغوز، ما عندهاش عندها بالخطر بير ما عجبنيش. درت الكرونه جايه جا زوين مع الكسيوه فيها الكحل، وجاك هذا الكرونه هذا كيجي الكرونه والكحل زوين بوريس. مي بدات انا درت هنايا الحيمه، درت على بصله وقزبر ومعدنوس والتوابل. حنايا انا كنتبل هكا القطبان، التحميره مع الخرقوم وشويه الابزار الدبانه ما عرفتش منين جات. وصافي دابا غنخلطهم مزيان مع بعضياتهم. ودرت درت زيت البلديه ومليحه وشويه السيترون، شويه السيترون كيرطب اللحم يعني كتشويه كيجي رطيب. البنات دابا شرملتو صافي، غنطلق فيه البنه يعني ديك الزيت مع الحامض وبصيله وقزبر، المهم داكشي درتي غادي اي بحال كيجي مشرمل كيجي بنين فاش كديري شويه بكري قبل ما تبغي تشويه. انا دابا غنخليه. البنات دابا كنت انا غادي عند مالين الدار غنمشيو نتعشاو معاهم. الصراحه شي كلشي بسبب بابا، كنا معولين نمشيو نشربو معاهم كاس ديال اتاي ونجيو. وغدا ان شاء الله نمشيو ونديرو الباربيكيو على برا، ساعه بابا هو السبب ما بغاش يمشي معنا، قالك ما نمشيش. قلنا زعما نمشيو حنا مجموعين، هذا مضطرين نديرو باربيكيو دابا عندهم في الدار. غادي نمشي صافي لبست حوايجي انا، نوريكم من بعد في الدار ديال ماما. المهم من بعد نوريكم الكماله، باقي ما كملتش حوايجي. يلا لبست قويميجا ودرت الزفت ديالي. واحد الحاجه خصني نديرها ضروري، كما كتعرفوا انا كنحمق على البارفان، غندير هذا ديال اكلات دي فويرتي وكتبقى مده طويله كيحمقني هاد البارفان. المهم انا كنعم البارفان يلا سي روينه. صافي البنات دابا انا غادي للدار ديال ماما، نتلاقاو من بعد عندها. هانتوما البنات شوفو واش لبست، لبست هاد البالغينات سروال وهاد اللعيبه دي واسع. لا دنيا لا لا بابا ديالي انا صافي لوري وريني صافي لوريني. شوف دنيا وين اش لابسه؟ لبست الصباط ديك الكلاش الكسبه ديالها الصباط، قالت لك الصباط ذواقه ولا لا؟ عندك طيحي عندك طيحي شويه. انا بنات عمرت كوزيتي هذا فليو يابس ماما وكاخر شعلت ماما الديكورات شات ماما فبشو ها ماما واعرين صراحه خصوصا هذا هذا وهذا هذيك ديال الماء بلاصه ديال الماء حتى بابا تما 100% واش تجي تجي الماء الخدمه. البنات تبعوا لي بوليسيا الله على ريحه صراحه. حنا واخا كنا في اسبانيا الحمد لله عايش، خصوصا بهاد النواحي اللي حنا فيها ما عندناش ديك القضيه. شي بلايص بحال برشلونه ولا شي شويه كيجيوك البوليس حتى للدار.
المهم بنات ماما مشات كتصلي، انا مقابله الشوا ما دايرش السيف صراحه بعدا نديرو. راه قلت لكم تنعجز والله الا كنعجز شي اش هاي عرفتي. قلت بلينا اليوم غنمشيو للدار تال وحده ولا جوج ديال الليل. جينا لقينا شي ناس عند ماما، ايوا يلا بدينا مريحين، يلا بدينا كنوجدو. ايوا هذا ما كان فين ميساء؟ ميساء راه شاف شوف البنات ديال بابا تتفرج خمسه ديال الكبار شعليه عرفتي نقال بحالهم بحال الكبار بنتي كملي بابا خلاص هما كاع تصوريك بابا هي ما تحبش يوتيوب ما تسمعني شنو؟ ما ديرك تحمش يوتيوب؟ وتقعد عندي وحدك؟ شتو شتو هذا تصحاب عندي بابا ضريف راه لا علاقة. ما تحملنيش نجي عندك. بنات هذا هو البوستري. فلوطة سولت ماما هذيك النهار كانت قالت لي اجي ندي هذا كرموز. إيوا وما جبتش أنا سوليت ماما شغل كرموز. قالت لي راه باقي ما خليك تحتك. هو أنا نحطوه. كفروتة انا ما كنحبش فروتة الصراحه بربوين هذا بغيت نذوقو ديال هذا العام كيعجبكم نتوما انا كيعجبني الصراحه البنات ما عرفتش كتقولوا نتوما البنات كاع في المغرب كيقولوا ليه بولفاف المهم هذا مول بولفاف درنا غير ثلاثه حقاش ما بغاوش بزاف ما كناكلوش كاملين فهمتوا خاصنا دوار صغيره عازنا على حنايا اللحم وصافي بقى ما جبناش شي كيفاش دايره كيجي ستيل ديالها بحال هكا شنو شقاصني هنا المهم شنو هادشي شربنا السيد ديال غزال هاد الصيف انا كيعجبني بصح تقوي مجات تروتو وصافي مريحين في اللبس يا حبيبتي صافي انا غادي نطلع دابا جوج ديال هادي شوفوا هذا كانت ماما قطعته ديك المره من فاش مشينا خرجنا كنتمشاو قطعته درت ديكور صافي ها هنا سال البلوك ديالي ديال اليوم شوفوا كحال درت قبيله باقيه محيدي عرفتي مع انا قابلت شوا المود ديال الصات ما نعاودش لكم والله الا الصات صافي انا نخليكم تصبحوا على خير حتى نتلاقاو في فيديو فلوغ ماشي ان شاء الله ولا فيديو عادي ان شاء الله يا ربي مسكبي عليكم تصبحوا على خير.